السلام عليكم، مرحبا بالمتابعين. اليوم جبنا لكم لعبة جديدة زي ما انتم شايفين قدامكم، يعني ما يحتاج احد يشرح، يعني تشبه حياة كان البداية كيف تطور. فاحنا راح ناخذ هالحيوان، ما ادري بقدر اقول اسمه، ماجي والقرد ونلعب فيه ونطوره ونطور الحواس والمدارك، ويعني كل ما نمشي في اللعبة هو يتطور من نفسه، يعني إذا سمع صوت تطور حاسة السمع، شم، الإحساس، يعني راح يخليه شو نقولها تتطور مداركه كذا حلوة، مداركه هي تطلع الفلسفة مو زينة، بس المهم إنه يتطور يصير قائد القطيع ويبدأ وهو صغير ويتزوج ويجيب أبناء يصير رئيس القطيع يعني نطور عنده الأحاسيس والمدارك يعني شبه يصير بشري. يعني لعبة حلوة صراحة، يعني الحقين اللي بالهم طويل اللي يحب يدخل ويلعب ويطور ويعيش، يعني يعيش جوه. إن شاء الله تعجبكم ويلا نبدأ. طبعا الألعاب طبعا هذه لازم أول شي نبدأ جهز قدح القهوة عشان تعيش جوك وتفصل عن البشرية، ما عليك من اللي عندك، تلعب بمزاج تركيز. لازم الألعاب هذه والله صدق، يعني لازم تخش جو اللعبة. يعني ف احنا جاهزين نقول بسم الله. ودائما تطلبون العاب بي سي، العاب بي سي، هذه العاب بي سي، استمتعوا. ما ادري ودي اتكلم بس منسجم صراحه، دائما تعرفون الالعاب انا والله ما اجهز لها، العبها على طول شكلها والعبها مع الدايركت او التمساح. هذا مو بالتمساح، هذا ديناصور. فاللعبة زي كذا يا شباب، انت في الغابة وتصارع اشياء وامور وجم، تحاول تاكل، تحاول تتطور، شو يعني كل حيوان في اللي اكبر منه. يا سلام، سمكة ماتت ورايحة في الشلال، بدينا بجد وجد. الله الله عليك، يعني حتى الجرافيك فيها رسومات يعني عالية صراحة. اها، لقوا سمكة جاهزة، راح يعلم الشعب كله. لا والله بيتخبى، راح ياكل واحدة يمكن. نقعد كذا نتسلق الأشياء بس ما ودي اخلي المتعة في المقدمة تروح عليك. ما بعد تهنى، اوف شاله هو اللي معه وولده تغير راح فيها. كيف كذا استعد السلام المكان اختبار. اصبنا احنا القرد الصغير. استخدم، يعني لازم ننحاش الحين نتخبى. والرعب ذي حتى مو مخلين الغابة منورة كذا، مدري شو، لأن اللعبة ترى جد يعني مو يعني على الذكاء، يعني تخيل، يعني تخيلك انت انت تلعب كيف يحاكي عقلك الباطن. انا ما ابغى اتفلسف كثير لاني اجيب العيد. فالمهم خلونا نشوف ايش السالفه. هذه يبغى لها رشفه من القهوه. هاويلك، يعني ان نحاول ننحاش على الذكاء حقه، يعني في خطر هنا صح. طيب خلينا نشوف الذكاء. والله شكله غبي ذا صغير. طيب شو تسوي، كيف حاسته تستمع. بس في مربع هناك ابيض، مدري وش يعني، اما نروح له ولا
طلع لي كل حواسك هنا لنموت. ها ما ادري بس اعتقد نروح للنقطة المربع الابيض. زي العادة طبعا، زي العادة البداية لحد يدقق. لا نعرف وش اللي يمشي وش اللي يطمر وش اللي يتحرك. امساك. ها اخذنا جوز هند. طيب شو ناكلها؟ تفتيش اسقاط. رميناها وطلعت اصوات. ليتنا ما رميناها لان فضحنا ولا كيف. نقعد هنا فوق الشجرة الظاهر لبكرة. شوف الشيء هناك معين، ورقة وهناك مربع. انا ما ادري وش الرعب ذي ولا زين نزل. اه في اشياء هنا يقول لك وخر. رحت لها انا ما وخر. مسكين الصغير مو متعود على الغابة ولا يعرف وش الغابة. طيب كيف طلع الصورة في الشجرة؟ يعني في شيء خطر في الشجرة ولا كيف؟ شوف الغابة اللي نصها ضباب، يمكن تو عشان الصغير ما يشوف زين. وقوف شمسمة. نقول ننزل على الأرض نمشي أحسن. صعب المشي. طيب ما خاف شيء ياكلني في الارض. وان طلعنا من الشجر خاف الطير يجي يشيلنا زي تو. اصبر اصبر والله للحين ابي اعرف الحركات. ايوه كذا يطمر. اختباء يقول. ارجع ارجع اختباء. ايوة كويس زبناه. اعتر على الطفل. طيب تو نلعب بالطفل الحين نروح ندوره. ايه صارت الغابة منورة هذا انا القرد يعني. يا هوش هذا اللي امه تو مرت معها السمكة جنبه صح؟ انا اسمع صوته راح ادوره. ايوة هو هناك النقطة الصفراء. ما ادري الحين اشوف الدائرة اللي على اليمين في احمر يعني في خطر هذا ولا نروح. والله ما ادري. الصوت هناك. انا نسوي حركة السمع. اسمع صوته كيف. كيف يا القرد. بس لازم حتى لو اماكن خطره لازم نروح عشان نفهم اللعبه. هذا هو هنا متخبي. لا صوته يمين. بس خلنا نروح نشوف هنا المربعات وش فيه. والله فيها شوي من التعقيد. ترى صوته قريب من عندي. بس ليش كذا اوه في شيء خطر. حرك. كان جنبي. دحين حتى لو غيرت مكان الصوت في نفس المكان. هو ناديته. شوف مكانه هناك شكله. ك
كيف يوم ناديته؟ نقدر نعدي المويه عادي ولا؟ ما يرقى من هنا، ما يرقى يعني غصب هي بالقوة. مشكلة تعلقت ما عرفت انزل. للتفادي في شيء بيهجم علينا. ام التحريك ضغط منع. جتنا اصابة. ودغتنا حية. لقد عضني الثعبان. ما عاد حتى اشوف. اختبصت الامور. في اصوات طلعت. بعد تفادي متنا. جاء لقد دعسنا. مدري نطحنا، مدري ايش صار. ايوه تحاصرنا. ده راحوا يضربون مع بعض. ويلي مسك راسه. والله مسك راسه، مدري ايش السبب. انحش انحش، اول شيء غير مكانك هذا. بعدين نشوف الاصر اللي صايح. والله شكله في الجهه الثانيه. انا مصاب الحين، يبغى من ينقذني. جايك جايك، لو نموت جايك جايك، بس بيجيك من فوق. في خنزير تحت. طيب كيف نروح الجهة الثانية؟ نطمر. ترهيب. وش ذي حركات؟ شوفوا هناك. طيب نقدر يعني نطمر ان تعبانين عادي. تمسك تمسك، بغينا نروح فيها. في شيء احمر. ارقى خطوتين واطيح عشر. هو طيب متى نطيب من السم هذا اللي جانا؟ في الدائرة حقتنا الخضرة دي صغرت، كل ما جانا خطر الظاهر تصغر. اللي في النص اللي تحت شايفينها؟ هنشوف وينه. تعديته. ضاع. وفوق ولا تحت؟ والله ما تدري. طيب هو صايح كذا، ما حد هجم عليه وانا يهجمون علي. يكون تحت هنا. ويلي تعديته. طيب ننزل. يلا يلا جيتك جيتك جيتك، وينك؟ اطلع. شوف نهديه. وين حمام هذا؟ لازم الظهر نريح، نسوي له ذا الصوت عشان يطلع. شلون نسوي الصوت؟ شوفوا عظم مكسور والسم شغال. ما ادري ايش ضغطت بالغلط، لازم اسوي له ذا الصوت لين يطلع. ادخل له ولا كيف؟ اها لين يرتاح. مرتاح وشوف الخط الابيض صار ينقص. خلاص
هو طلع الخط شلون نقص بعدين زاد دحين يسود يعني كمل الاخير طلع طلع على طول عارف مكانه وين تعلق انضم لعشيرتك في مستوطنتك. طبعا هذه بداية اي لعبة طبعا يعطونك اشياء تسويها لازم عشان تتعود على اللعبة وتعرف الاساسيات وبعدين عاد تنطلق. ما ابغى اطول عليكم الفيديو طبعا هذا يوم وصلنا المستوطنة ولقى اصحابه و يعني ثلاثها مهام ثانية بس ما ابغى اطول عليكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا باللايك واذا تبون نكمل او نلعبها على المباشر اكتبونا في التعليقات وسلام.